أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشارك حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كيغامي. المستفيدون من السكن ينظمون حفل الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية. السلطات الليبية قامت بإعادة 135 مهاجرا إلى ليبيا. من مقدمة نشر إلى تفاصيلها مع الزميلة عوا عبدي. أهلا بكم. شارك فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي اليوم في حفل تنصيب نظيره الرواندي بول كاغامي بعد إعادة انتخابه قبل أسبوعين لولاية رئاسية جديدة. وكانت الانتخابات الرئاسية قد أقيمت في رواندا في الرابع من شهر أغسطس الجاري، وترشح فيها ثلاث مرشحين أسفرت عن إعادة انتخاب رئيس رواندا الحالي بول كاغامي لفترة رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات بعد حصولها على نسبة 98% من الأصوات. هذا وقد وصل فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي إلى العاصمة الرواندية يوم أمس الخميس برفقة وفد رفيع المستوى. هذا وتلقى الرئيس جيلي دعوة رسمية من نظيره الرواندي للمشاركة في هذا الحفل الذي يدل على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين. ويعد الرئيس الرواندي من قادة ورؤساء القارة السمراء ونموذجا سياسيا، حيث استطاع إذن التئام الجروح المؤلمة في تاريخ سياسة بلاده، كما شهد بلاده تقدما اقتصاديا واجتماعيا لا سيما في ظل قيادته، حيث تتمتع جيبوتي ورواندا منذ عوام بتعاون نشيط في العديد من المجالات المختلفة. وأدى الرئيس الرواندي السيد كاغامي اليمين الدستوري أمام حشد كبير من بينهم قادة الدول والحكومات الذين قدموا للمشاركة في الحفل التنصيب، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية من المنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في البلاد. تأتي حفل التنصيب بعد أيام قليلة من انتخابات الرئاسية التي شهدتها رواندا، وفي هامش حفل التنصيب تبادل رئيسان العديد من الزيارات لتوطيد العلاقات القائمة بين البلدين، وتبنى الرئيسان سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات خلال هذه الزيارة، وعلى وجه الخصوص عن إعفاء تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهام، إضافة إلى تعاون الفعال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار ديناميكية جديدة للتعاون بين جيبوتي ورواندا عبر استخدام رواندا ميناء جيبوتي للتبادل التجاري مع بقية دول العالم. وعلى هامش هذه الزيارة سيلتقي فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي بمسؤولين سياسيين رفيع المستوى في هذا البلد، كما سيجري محادثات مع نظرائه رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا في هذه المناسبة. كبير مبتهج، إذا أقسم رئيس الرواندي أدلى اليمين الدستوري أمام الحشد الكبير من الممثلين وقادة الدول والحكومات الذين قدموا، إضافة إلى وفد وحشد كبير من المجتمع المدني الرواندي يمين الدستورية، حيث تم إذا انتخابه مرة أخرى لولاية جديدة مدتها 7 سنوات. نظم المستفيدون من مؤسسة اسماعيل عمر جيلي حق الحصول على السكان الملائمة والذي احترقت بيوتهم في حي 4 متر بلدية بلبلة حفلا لتقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي من أجل منحهم السكان الملائم لهم. هذا وجرت هذه المناسبة بحضور عمدة جيبوتي سيدة فاطمة عوال عثمان ووزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن. وخلال هذه المناسبة قدم المشاركون شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية. وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي
وجه بتقديم مساعدات عاجلة لمئات الأسر الذين فقدوا مأواهم ومساكنهم جراء حادث الذي اندلع في أحياء مختلفة تابعة لبلدية البلبلة، وذلك ذات كثافة سكانية مرتفعة. إن الرئيس الجمهورية أصدر توجيهات بضرورة الإسراع حال اندلاع الحريق تخفيف من معاناة العائلات التي فقدت مساكنها بفعل النيران، والتي اتهمت أكثر من 150 منزلا في أحياء 4 متر. وفي مداخلة لعمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوال عثمان قالت: إن نحن لبينا دعوتكم، إن هذه المناسبة التي نظمتموها من أجل تقديم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية وشخصيات التي قامت بمساعدتكم على الجهود الجبارة التي بذلوها لتقديم يد العون والمساعدة. وفي مداخلة لوزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة أحمد حسن في هذه المناسبة قالت: أنتم مدركون بشكل جيد ما الذي أصابكم وتعرفون ما الذي قدم لكم يد العون والمساعدة، سواء كان رئيس الجمهورية أو سيادة جيبوتي الأولى والمسؤولين الذين وقفوا إلى جانبكم، وأضافت: نرجو من الله أن يجعلنا شعبا واحدا. كما حثت المستفيدين من المساكن العناية والحفاظ عليه واهتمام النظافة للمنظر، وأن هذه المساكن ملك لكم، وأن الحكومة الجيبوتية بذلت جهودها لتوفير هذه المساكن للأسر المحتاجة. هذا ورصد التلفزيون الوطني انطباعات المنظمين هذه المناسبة والمستفيدين من المشروع، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي ولسيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد، إضافة إلى أعضاء الحكومة من بينهم وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن. تجاوزت فضيحة البيض الملوث حدود إذا أوروبا، حيث وصلت الملايين البيض الملوث إلى 17 من بلدان العالم. وفي هذا الصدد عسست المؤسسات المعنية والمكلفة بحماية جودة المواد المستهلكة مراقبتها لمواد من بينها البيض المستوردة من خارج البلاد. وقام مختبر تحليل المواد الغذائية بجيبوتي بتكثيف الجهود لمراقبة المواد الغذائية التي تأتي من أوروبا لا سيما البيض، وهذا وفور وصول المواد الغذائية إلى ميناء جيبوتي تم فحصها وتحليلها عبر هذا في هذا المركز. وأكد مدير المختبر السيد حسن كامل أن المختبر يعمل على قدم وساق لمراقبة وتحليل المواد الغذائية خاصة البيض التي تأتي من أوروبا والتي لوحظ بأنها ملوثة من مبيد حشري. وفي مداخلة لمدير المختبر التحليلي للمواد الغذائية السيدة حسن كامل قال: نحن نقوم بفحص البيض بشكل مكثف القادمة من خارج حال وصولها إلى ميناء جيبوتي، وإلى يومنا هذا لم نتوصل إلى بيض ملوث، وأن الكميات الكبيرة من البيض المتوفرة في الأسواق البلاد سالحة للأكل، وأن هذه الكمية البيض استوردنا الخارج لم تأتينا من البلدان التي تعاني من بيض الملوث، وأن المختبر يقوم بمهامه لخدمة المواطنين وأننا نتحمل المسؤولية. هذا وأكد مدير المختبر السيد حسن كامل على المختبر يعمل على قدم وساق لمراقبة وتحليل المواد الغذائية المستوردة من الخارج، ولا سيما البيض التي تأتي من أوروبا والتي لوحظ بأنها ملوثة من مبيدات الحشرات. في إطار برنامج ترقية وحماية حقوق الإنسان لا سيما الطفل، نظمت لجنة الإدارة المجتمعية في حي 1 و2 حفلا مكرسا لتوعية الأهالي حول حقوق الطفل، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في هذا الحي. ونظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في مسعى لتوعية المجتمع حول عدة مسائل المتعلقة بالطفل كحقوق الأطفال وحقوقهم في الحصول على الهوية الوطنية وتخلي كامل ممارسة الختان الأنثوي ومكافحة أيضا المخدرات. وشارك في هذا الحفل الذي يهدف إلى توعية أهالي هذا الحي حول حقوق الأطفال
وشارك فيه عدد كبير من النسوة والشباب المنحدرين من هذا الحي. وتم خلال هذا الحفل توعية جميع المشاركين على ضرورة احترام حقوق الأطفال وتقديم المعلومات اللازمة لأولياء الأمور على أهمية تعليم أطفالهم في حول ما يتعلق جميع المناهج الدينية والتعليمية والصحية. وفي مداخلة لمسؤولي لجنة الإدارة المجتمعية أعربوا عن شكرهم لجميع من ساهم في تنظيم هذه الحملة التوعوية. في إطار المساعي الهادفة إلى محاربة التجارة غير الشرعية، قامت مفرزة عناصر الجمارك في إقليم علي سبيح بالتعاون الوثيق مع عناصر الجمارك في إقليم دخل بمصادرة كمية كبيرة من قادما من إثيوبيا. وتتألف هذه الكمية من 16 رزمة، وتقدر الرزمة الواحدة 70 كيلوغرام. ونفذت هذه العملية التي تهدف إلى محاربة ومكافحة التجارة غير الشرعية تحت إشراف الشرطة الوطنية وقوات المسلحة المتمركزة في هذين الإقليمين، فضلا عن مسؤول مفرزة الجمارك في إقليم علي سبيحة السيد إدريس أحمد بلحان ومسؤول مفرزة الجمارك في إقليم دخل السيد موسى عمر. هذا وأشاد مدير عام للجمارك السيد جوليد أحمد بجهود عناصر الجمارك والقوات المسلحة في إقليم علي سبيح والدخل، مقدما لهم الشكر والتقدير على هذه المبادرة. وتندرج هذه العملية في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى محاربة التجارة غير الشرعية، ويذكر أن التجارة غير الشرعية تهدف إلى تقوية اقتصاد البلاد. والآن إلى الساحة الدولية، حيث بدأت إسبانيا عملية واسعة بحثا عن سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدعس في برشلونة شمال البلاد وراح ضحيتها 13 قتيلا وأكثر من 100 جريح. مزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير التالي. وتتعاقب قوات الأمن سائق الشاحنة التي دهست الحشود في الشارع لاس رامبلاس الساحلية ببرشلونة قبل أن يلود بالفرار. قالت سلطاته أن أحد منفذي الهجوم برشلونة قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، بينما ألقي القبض على رجلين أحدهم مغربي وآخر إسباني في بلدتي ريبوت شمال برشلونة وأكانتارا جنوب برشلونة، لكن أي منهما لم يكن سائق الحافلة. وقالت الشرطة الرجل صدم بسيارته نقطة تفتيش تابعة لشرطة ببرشلونة، لكن ليس لديها دليل على أن هذا الواقع أيضا مرتبط بهجوم الشاحنة. أعلنت إسبانيا الحداد لثلاثة أيام، ووصف رئيس الوزراء ماريانو راخوي الهجوم بأنه إرهابي في هذه المرة. وقال في مؤتمر صحفي ببرشلونة: الحرب على الإرهاب هي اليوم الأولية للمجتمعات الحرة مثل مجتمعاتنا، أنه تهديد عالمي والرد يجب أن يكون أيضا عالميا. وأعلنت الوكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن هجوم، وقالت أن منفذي الهجوم برشلونة هم من جنود الدولة الإسلامية نفذوا عمليات استجابة لنداءات استهداف دول التحالف في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن كوريا الشمالية يمكن أن تواجه عواقب عسكرية قوية إذا كانت ترتكب أعمال عدائية، وقال بعد التعاون الوثيق مع حلفائنا ستكون هناك عواقب عسكرية قوية إذا شارت كوريا الشمالية في أعمال قتالية. وانتقد المستشار الاستراتيجي للبيت الأبيض ستيف بانون الاستراتيجية الأمريكية في مقابلة نشر اليوم الأربعاء تحركات كوريا الشمالية. وجاءت تصريحات رئيس ترامب نفسه قد وعد بالنار والقتل لبيونغ يانغ إذا استمر النظام الكوري الشمالي تهديد الولايات المتحدة مع صواريخها وبرامجها النووية. وقال جيمس يجب على كوريا الشمالية أن تضع حدا لأعمالها الخطيرة. وقد تراجعت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ذروتها قبل بضعة أيام، وكان زعيم الكوري الشمالي قد قرر كيم جونغ أون عدم التنفيذ في وقت الحالي مشروع الصاروخي في الأراضي الأمريكية قوام. وقالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه لا يكون هناك أي حرب في جيب جزيرة القوام نقلا بحكم الأمر الواقع حق الاعتراض على أي عمل عسكري محتمل ضد الولايات المتحدة وكوريا. قامت السلطات الليبية بإعادة 135 مهاجرا نيجيريا الخميس إلى بلدهم بعد فشل محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا.
وتنظم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، خصوصا الوافدين من دول إفريقية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وصرح الرئيس المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية فرع طرابلس المناسب الأول لحسني أبو عيان لوكالة فرانس بيريس، تم اليوم الخميس العودة الضوئية ل 135 مهاجرا غير شرعيا من جنسية نيجيريا تم إنقاذهم في عرضة البحر من قبل خفر السواحل الليبي. وكانت مجموعة الأولى من هؤلاء تشمل 75 رجلا وعشرة نساء تستعد لصعود حافلات تم ترتيب شباك معدنية على نوافذها قبل مغادرة إيفي وسط طرابلس نحو مدار معيتغي. وسينقل الآخرون من مركز الاستقبال في هذه المدينة. وتنظم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير شرعية بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، خصوصا الوافدين من دول إفريقيا. بهذا تنتهي هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.